ما بعد هذا الفيديو ليس كما قبله، فالروس الحامية في داخل إسرائيل التي تفكر في ضربة استباقية وأنها قادرة على تدمير قدرات حزب الله في داخل لبنان الآن ترتدع، لأنها تعلم أن الضربة الثانية ستكون أقوى من حزب الله على الجانب الإسرائيلي، وبالتالي هذه أكبر رسالة رضعية من قبل حزب الله للجانب الإسرائيلي في محاولة لتبريد هذه الرؤوس من قبل بعض الداعين إلى القيام بضربة استباقية على الجنوب اللبناني. من الجهة الأخرى، هذا يثبت بأن القدرة الاستراتيجية لدى حزب الله محمية، وهذه القدرة الصاروخية الدقيقة، الصواريخ الدقيقة أيضا قادرة على الوصول إلى داخل إسرائيل من شمالها إلى جنوبها، إلى كل فلسطين المحتلة وفقا لخريطة الانتداب البريطاني ككل. أيضا المسألة أن منشأة أربعة، يعني بالحد الأدنى في 3 و2 و1، إذا نحن نتحدث عن مدينة أنفاق جديدة في الجنوب اللبناني أو في لبنان أمام مدينة الأنفاق في داخل قطاع غزة. فالإسرائيلي الآن يقول إذا لم نستطع دخول غزة بشكل كامل والبقاء في داخل غزة نتيجة لوجود الأنفاق، كيف بنا نذهب إلى الجنوب اللبناني؟ وبالتالي يتندر الكثير في الداخل الإسرائيلي الآن حول مسائل التهديد والوعيد الذي تطلق من هذا الجنرال أو ذاك السياسي في الداخل الإسرائيلي، إضافة إلى أن إظهار حزب الله لهذه القدرات الدقيقة والسرية والتي لا يمكن كشفها ولا يمكن اختراقها حتى من كل القنابل التي تزودها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، تشير للإسرائيلي بوضوح بأن أي محاولة لخوض الحرب ستكون الخسائر كبيرة وكبيرة جدا على الجانب الإسرائيلي. لذلك الآن الإسرائيلي سيعيد التفكير عدة مرات في مسألة الحرب على لبنان أو في مسألة الضربة الاستباقية.